بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله بناخدكم في جوله داخل مختبر كانيولا عن استخدام اهم الاجهزه اللي بنستخدمها في الفحص، وهي جهاز البايوكيميكال تيست، وده اللي احنا بنشتغل بيه خاصه فحوصات البايوكيميكال انزايم اللي بنفحص بيه المسل فانكشن تيست، الليفر فانكشن تيست، الكيدني فانكشن تيست، بالاضافه الى العناصر الهامه زي الحديد، الايرن، الكوبر، المغنيسيوم، الفوسفورس. وهنشوف ان الجهاز بيبقى معاه شاشه زي ما احنا شايفين. من خلال الشاشه دي بنقدر ان احنا نتحكم في الجهاز، بختار الفحوصات وبختار بعمل المينتنس الجهاز. تعالوا مع بعض ان شاء الله نشوف كيفيه عمل هذا الجهاز وكيفيه استخدامه والمينتنس والديلي مينتنس اللي انا بشتغل عليه. الجهاز بتاعنا النهارده وهو من اسمه فيت اكسل، وده الجهاز ده من شركه الفا ويزرمان، وهي شركه امريكيه. الجهاز زي ما احنا شايفين بيشتغل ببروب واحد اللي هو الموجود ده، لان في بعض الاجهزة الكيمياء بتشتغل باكتر من بروب. طبعا كل ما كان الجهاز له اكتر من بروب بيكون بيفرق في السرعات بتاعته. فالجهاز ده بالرغم ان الكفاءة العالية الا انه ممكن يكون السرعة بتبقى اقل من الاجهزة طبعا اللي بتشتغل باتنين بروب. زي طبعا الجهاز ده بيشتغل باتنين بروب، فبالتالي بيكون في السرعة بتاعته اسرع شوية. تعالوا نتفرج بقى كده ازاي ان احنا نشوف الروتر اللي بيحتوي على الريجنت والسامبل، ازاي كيفية الشغل بتاعه وشكله ايه من جوه. اول حاجة عشان افتح واشتغل على الريجنت بختار هنا الريجنت الموجودة دي، وكده بيتفتح الباب ده كده مكان الريجنت. بفتح الريجنت وبشوف هنا ده الروتر، دايما بيكون على شكل دائري في معظم الاجهزة البايوكيمستري، وده اماكن دي اللي هي الريجنت، وبحط هنا ده بيبقى مكان السامبل كاب اللي بحط فيه السامبل كاب، وبحطها هنا في احد الاماكن هنا بالنسبة للروتر. طبعا الروتر هنا بيبقى فيه باركود بيقرا كل الريجنت زي ما احنا شايفين، بيعدي على كل بوتل من اللي موجوده داخل الروتر، وبيحاول ان هو عن طريق الباركود بيقرا الروتر ده ويتاكد من كل من صلاحيه كل بوتل وكميه الريجنت اللي موجوده داخلها. بعد ما بيخلص ده بنشوف هنا بيبدا يديني القرايه على الجهاز عن الحاله بتاع كل ريجنت. فهنلاقي بعض الفحوصات التيست زي مثلا هنا الجي جي تي بيقول لي ان هو البوتل اكسبيرد، فبالتالي محتاج ان انا اغيره. بالنسبه للتيست تاني زي الاي اس تي فباللون الاخضر معناته انه ما فيش مشكله اهو وركينج، وموجود في الخانه رقم 7 وقدامه لسه في 155 تيست و12 ملي ده حجم المحلول. فده الحالة اللي هي اللي بتكون عليها الروتر وكمان التمبريتشر. فقبل المفروض ان انا ابدا اشتغل ان انا بشوف الريجنت بتاعتي وبشوف الحالة بتاعتها، واذا كان في ريجنت محتاج ان انا اغيره او في ريجنت محتاج اعمل له كاليبريشن. بعرف الكلام ده منين؟ المفروض الجهاز بيديني نوتيفيكيشن وبلاقي ده في خانة اللي هي الاتنشن بيعرفني ايه الحاجات المفروض ان انا اعملها. لو انا جيت شفت الاتنشن ده هيقول لي ان في ريجنت لايف تايم اكسيدد زي اللي هو الجي جي تي اللي احنا شفناه دلوقتي، ان هو محتاج ان هو يتغير البوتل بتاعته. دلوقتي انا هشيل كل الريجنت اللي هي اكسبايرد هشيلها وهرجع اشوف التغيرات اللي هتحصل على الروتر سكرين. ادي الريجنت، بختار الريجنت بيفتح الباب على طول وبشوف طبعا بكون مسجل كل ريجنت ومكان بتاعه موجود فين بالظبط. فبشوف اول حاجه انا عندي مثلا جي جي تي موجود في خانه رقم 9 وخانه رقم 24، ادي الارقام قدامنا اهي. لو جينا شفنا ادي رقم 9، لو جينا شفنا هتلاقي
ادي اي جي جي تي بفر. بالنسبه للانزيمات بيكون موجود لها 2 ريجن، ادي رقم 9 ورقم 24. بعد دلوقتي ما شلت الريجنت اللي هي الاكسبايرد واللي محتاجه تغيير، ادي دي كل الريجنت اللي انا غيرتها. دايما اللي هي الانزيم بتبقى دايما بتشتغل باتنين ريجنت، والان اورجانيك مينرالز زي الفوسفورس الكالسيوم بتبقى بتشتغل بوان ريجنت. انا غيرت كده كل المحاليل اللي محتاجه تغيير، بقول للجهاز ان انا اكسبت الكلام ده عشان الجهاز يبدا يعمل ابديت للروتر للروتر سكرين. دلوقتي بقفل الروتر وبروح بقول له ان انا اكسبت للتغييرات دي. دلوقتي هيرجع برضو يقرا الباركود وهيعمل ابديت للسكرين. ده عشان اتذكر برضو ده السكرين بوضعها القديم، وهنشوف بعد ما يخلص قرايه الباركود هتتغير الروتر سكرين. طبعا اتغيرت اهي، والريجنت اللي كانت باللون الاحمر اتشالت فبقى مكانها فاضي. هنلاقي في بعض الريجنت زي مثلا المغنيسيوم هنا باللون الاصفر لانه شغال، ولكن ان المحلول باقي له فيه 2 فحص بس، فبيديني الارم باللون الاصفر ان هو خلي بالك انه محتاج تغيير. ده المينتنس اللي انا بعمله قبل ما اشتغل، ان انا بغير المحاليل وبدخل محاليل جديده، او في بعض المحاليل بيحتاج يتعمل لها كاليبريشن لو عدى فتره الكاليبريشن بتاعها. طبعا في حاجه مهمه جدا، ان انا ما بعد ما جمعت الريجنت اللي انا محتاج اتخلص منها، وهي بتبقى فيها كميات بسيطه ولكن لازم اتخلص منها باراعي البايو سيكيورتي او البايو هازارد انفكشوس ويستس. هي ما هيش انفكشوس ويست، ولكن ممكن ان انا بستخدم الطرق اللي هي البايو سيكيورتي في التخلص من النفايات على حسب كل ماده. المواد الكيميائيه بيبقى لها النفايات خاصه بيها. البايو هازارد انفكشوس ويست زي السيرم وزي الايديتا بلاد بتخلص منها في اجزاء مخصصه ليها بالنسبه للبايو سيكيورتي. دلوقتي في حاجه مهمه جدا، ان انا قبل ما بشتغل بشوف الكونتينر وبشوف المحاليل بتاعتي هل هي ممتلئه، هل محتاجه تغيير. فبرضو بشوف الكونتينر هنا. طبعا الجهاز بيسمح لي ان انا اشيك على الكونتينر. هنشوف الكونتينر اللي موجوده في الجهاز وهل هي فيها محلول او محتاجه تغيير. اول حاجه بشوف اللي هو الديلوانت اللي بيبقى موجود هنا في الجهاز، والديلوانت لو محتاج تغيير. طبعا في الديلوانت المحلول فيه موجود تقريبا في المنتصف فمش محتاج هنا تغيير، فبقفل الكفر بتاعه. كمان بشوف في الحاجات اللي بشوف هنا بشوف حاجة اللي هي الويست المحلول محتاج هنا تغيير، وبشوف ده الكيوفيت اللي بيتم فيه عملية الرياكشن برضو ممتلئ فمحتاج هنا تغيير. طبعا غيرنا بالنسبة للمحاليل للويست، غيرناه وتخلصنا منها على حسب زي ما اتفقنا بالبايو سيكيورتي للمختبرات، بحيث ان انا احافظ على البيئة وما اضرش بيها. نيجي دلوقتي للجزء الخاص بالكاليبريشن والاستعداد للشغل على الجهاز. فلازم اول حاجة بعمل اللي هو الديلي مينتنانس والصيانة اليومية للجهاز. فاهم شيء ان انا بعمل له صيانة هو البروب ده، فبجهز البروب ده وبعمل له زي كاليبريشن عن طريق ان انا بدخل على الدياجنوستيك وبشوف البروب. بعمل برايم للسيرنج دي، طبعا الهدف من العمليه دي ان ده اللي هو السيرنج اللي هو بيستخدم بتاع البروب اللي هو بينقل
المحاليل وبيحط بيعمل ميكسينج الريجنت مع السامبل، فهنا بيعمل عملية زي كاليبريشن أو بيعاير وبيطمن إن السيرنج دي بتشتغل بالكفاءة بتاعتها. فهو دلوقتي الجهاز بيعمل العملية دي دلوقتي لحد ما بيتأكد إن البروب شغال بكفاءة بنسبة 100%. العملية دي بعملها 3 مرات يوميا قبل ما ابدأ الشغل بالجهاز علشان اعمل المعايرة بشكل كامل. دلوقتي انا عملت عملية خلاص انهاء للمعايرة للسيرنج البروب وبقت جاهزة للعمل. الخطوة الجاية ان انا بعمل الجهاز بيظبط الاضاءة بتاعته، لان احنا عارفين ان اجهزة البايوكيمستري بتشتغل على الفوتوميتر اللي هو بيقياس القياسات الضوئية. فالقياسات الضوئية ان هو بيشتغل بيعمل ميكسنج للرياجنت مع السامبل وبيبدأ يقيس الضوء بتاعها وبيبدأ يعمل عملية حسابية ان هو يقدر يحدد نفاذية الضوء او امتصاص الضوء ده، بناء عليه بيقدر يحدد مثلا نسبة الانزيم الموجود او نسبة المينرال الموجودة داخل السيرم. في حاجة مهمة لازم نعرفها في معظم اجهزة البايوكيمستري اللي هي الرياجنت كيوفيتس، والرياجنت كيوفيتس ده اللي بيتم من خلالها التفاعل الكيميائي اللي بيحصل ما بين الرياجنت وما بين السامبل. في الجهاز موضوع حديث النهاردة الكيوفيت بتاعه بتبقى ديسبوزابل، يعني بتبقى كل تيست بعمل مثلا كالسيوم تيست، بعمل مغنيسيوم تيست، بعمل فوسفورس تيست، ايرن تيست، كل تيست بياخد وحدة كيوفيت من اللي احنا شايفينها دي. والكيوفيت راك من دي بيبقى فيها حوالي بيبقى فيها 10، فانا دي بيكفي 10 تيست. بيتم الاول التأكد من ان الكيوفيت عندي موجود من خلال ان انا بشوف هنا ادي الهوبر ده اللي هو بيبقى موجود في الكيوفيت، وهنا طبعا الكيوفيت عندي تقريبا في بعض الركات هنا موجودة ظاهر هنا اللي هو هنا 10، هنا مليان، هنا مليان، هنا فيه ناقص والباقي كله فاضي. لو انا بنشوف هنا ازاي بنعمل تحميل للكيوفيت، هنشوف ازاي بنعمل تحميل للكيوفيت. بعمل تحميل للكيوفيت عن طريق ان انا بختار اختيار اللي هو الهوبر ده، وبيبدا الجهاز يبقى جاهز استقبال ده الكيوفيت تراك او سلوت هنا او الكيوفيت راك اللي بيشيل حوالي 10 كيوفيت، بيكفي 10 تيست، جاهز هنا لعملية التحميل. وده المكان اللي انا بحمل فيه الكيوفيت. كده خد اول 5 كيوفيت، حط الخمسة التانيين. طبعا اضاف هنا الكيوفيت بالنسبة للجهاز وبقى جاهز للاستخدام. دلوقتي الجهاز عندي عملت كاليبريشن للسيرنج او للبروب، شفت الكونتينر، شفت الكيوفيت، كل الجهاز دلوقتي جاهز للعمل. بس في خطوه مهمه قبل ما ابدا الشغل اللي بعمل معايره للاضاءه بتاع الجهاز. فباخد هنا بقى اللي هو الدياجنوستيك وببدا اروح اعمل اللي هو الهاردوير كاليبريشن، ودي حاجه مهمه جدا عشان لو الاضاءه مش متظبطه او قياس الاضاءه مش متظبط يبدا الجهاز يعمل معايره من جديد ويظبط الجهاز. فبخش على الانالايزر وبعمل الاوبتكس ده اللي هي الجزء الخاص بالاضاءه اللي هي الاوبتكس دي، وبختارها وبيبدا الجهاز يعمل معايره للإضاءة ويظبط الإضاءة بحيث إنها تكون دايما في النورمال رينج قبل ما أبدأ أشتغل. بيبدأ هنا بيحمل الكيوفيت، بيعمل لودينج للكيوفيت على أساس إن هو بيحط بعد كده الرياجنت، وبيعمل كأنه بيعمل تفاعل نفس اللي بيعمله أثناء الفحص، وبعد كده بيعمل معايرة ويتأكد إن القراءات اللي بتطلع في النورمال رينج للهاردوير للجهاز نفسه.
طبعا في العمليه دي شايفين ان البروب بياخد بيستخدم السيرنج، بياخد جزء بيعمل عمليه الميكسينج وبيعمل التفاعل وبيقيس بعد كده اهو زي ما احنا شايفين بيقيس بيعمل كاليبريشن دلوقتي، وفي النهايه لازم يتاكد ان الكاليبريشن بيكون في النورمال رينج. دلوقتي جاء موضوع الهاندلينج للسامبل، ازاي انا بحضر السامبل قبل ما افحصها. ادي عندي هي ادي عينه سامبل تم فصل السيرم بعد ما عملت راننج للسامبل على السنتريفيوج على ار بي ام حوالي 5000 ار بي ام لمده 6 دقائق تم فصل السيرم. ودلوقتي بكون مجهز دي اللي هي السيمبل كاب، دي بتشيل لحد 500 مايكرو لتر، وده اللي هو الراك اللي بستخدمه في تحميله على الروتر. باخد عينه من السيرم حوالي 400 مايكرو لتر، فبظبط الاوتوماتيك مايكرو بيبيت على 400 مايكرو لتر. دلوقتي بفتح السامبل وبسحب بالبيبيت حوالي 400 مايكرو لتر وبحطها في الكب. كده العينة جاهزة، ادي السامبل كب وفيها زي ما احنا شايفين السيرم. دلوقتي بنيجي نعمل لودنج للسامبل. دلوقتي انا دخلت بيانات البيشنت والسبيشيز، طبعا السبيشيز كامل، ودخلت التيست اللي هو اي اس تي سي كي، ده التيست اللي انا عايز افحصه، وتوتال بروتين. بعد كده بدخل العينه بتاعتي، بعمل لود للسامبل كاب، بدخل مكان السيجمنت بتاعها، بديها رقم، وبيظهر لي بيانات البيشنت اللي انا دخلته. بفتح الباب بتاع الروتر وبدخل العينه. طبعا دلوقتي بيقول لي كاليبريشن ريكوايرد، لان عدى الكاليبريشن تايم بتاع البروتين، فبعمل له برضو بدخل له الكاليبريشن بتاعه. بس دلوقتي انا بقبل العينه وبعد كده بعمل كاليبريشن للتوتال بروتين. كده بفتح الروتر وعندي ادي الراك بتاعي، بدخل الراك وفيه السامبل كاب. بعد ما ادخل الراك بقفل طبعا، بيبدا الجهاز يشتغل، بيبدا يفحص العينه زي ما احنا هنشوف. يبدا الاول بياخد عينه من السامبل، وبعد كده بيدخل عينه من او بيحط الريجنت، وبيحصل التفاعل الكيميائي في الكيوفيت، ويبدا يقراه عن طريق الفوتوميتر ويحولها الى نتائج بتظهر بعد الانتهاء من العمليه دي. فهنلاقي السيرنج هو بيبدا ياخد من الريجنت، لاحظ ان هو بيبدا ادي خد اول ريجنت. طبعا عشان انزيم فعنده اتنين ريجنت اللي هو اللارج بوتل والسمول بوتل، بيخلص الريجنت يبدا بيغسل السيرنج، وبعد كده في محلول ووش، ويبدا ياخد عينه تاني من الريجنت التاني لحد ما بيخلص التلاته تيست، وبعد كده بيبدا ياخد من السامبل. بعد ما يخلص هو بيبدا ياخد من السامبل، يبقى كده خد عينه من السامبل وخد عينه من الريجنت، يبدا يعمل الميكس في الكيوفيت، وبيحصل بعد كده اللي هو الكيميكال رياكشن، وبيقيس الضوء وبالتالي بيحوله الى نتائج.
في نهاية الفيديو ده أتمنى تكونوا استفدتوا بمعلومة من عن أجهزة البايوكيمستري وعن إزاي بتشتغل الأجهزة دي. وإن شاء الله في حلقات جاية هنتكلم على أجهزة الهيماتولوجي وباقي أجهزة المختبر. شكرا جزيلا.